السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالمتابعين الأعزاء ديالنا. أتمنى تكون بخير على خير. التحية الجالية المغربية اللي كتبعنا ديما، كنشكركم جزيل الشكر. الحمد لله ديما كنجيبو تحنا جديد، كنديرو المجهودات ديالنا، واللي بغا يبيع شي سلعة مرحبا به كيف العادة. وما تنساوش تشتركوا في القناة وديروا أبوني باش ديما نبقى نجيب لكم الجديد، واللي ما شريت نزه كيف العادة. اللهم بارك. سبعة العجور هذه المرة من نواحي تازة بعيد على 320 كيلومتر، يعني راك حالي غادي اتجاه ديال وجدة. اللهم بارك. سلعة زوينة فروخة ملاح، سلعة يعني كلها رومية كتصلح التسميع كما كتعرفوا، جودة عالية. كاين يعني هنا الموبيليار البلجيكي شارولي، يعني كاع السلع اللي كتصلح التسميع كما كتشوفوا الظهرة ديالهم يعني مقسمين مزيان. هذه هي السلعة اللي كتطلع. اللهم بارك. اللي بغاها يتواصل مع مولاها وما يكون غير خير ان شاء الله. نخليكم على حلقة قديمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عجيب.